انا لم اجد يعني لم اجد اي اكاديميه او اي معهد يدرس في مثل هذه الدراسه. والله دراسه قويه جدا. وكمان في نقطه كمان، يعني يا جماعه التكلفه بتاع الدوره لو هتحسبها على الحاجات اللي بتتقدم لك هتلاقي ان التكلفه قليله جدا بجد. يعني انت بتدفع مبلغ بس بتيجي تلاقي شقه قاعد فيها كل خدماتها كويسه جدا، شغلك في في في, في نفس المكان، لو وانت بتشتغل في العمل وكده حاجه باظت منك او حاجه عادي جدا، الناس هنا مسهله كل حاجه. بس اهم حاجه انت تتعلم ان الحاجه دي اللي باظت ما تبص تاني ازاي. بس يعني فبصراحه احنا الباشمهندس يعقوب وانا وهمام وحتى الناس هنا كلها محترمه جدا، واحنا انبسطنا بوجودنا هنا. والموضوع من الدوره مش موضوع فلوس خالص خالص خالص، لان لو هتحسبها التكلفه والله يعني الواحد بيجي يقعد اسبوع هنا في اسكندريه مش عايز اقول لك يعني بيحصل. لما تستفيد في حاجه لمستقبلك صح بحاجه زي كده، وانت الناس موفره لك سكن مجهز كويس جدا كويس جدا جدا، ادوات وامكانيات، شغلك كله موجود، بتعمل كل حاجه، يعني لا لا حاجه بروفيشنال، واحنا سعداء جدا ان احنا هنا وفرصه.